عن هذا الموضوع وغيره من المواضيع ينضم إلينا من عمان أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة أكويتي. أهلا بك يا أحمد. أحمد، في الأسواق الناشئة في الواجهة اليوم ثلاث عملات، اليوان والروبل والبيسو الأرجنتيني، وكل له أسباب وأسباب كبيرة وضخمة، ولكن دعنا نتحدث عن الروبل الروسي. وصوله إلى 100 روبل مقابل الدولار اليوم في بداية التعاملات، على الرغم من المحاولات منذ بداية العام ومنذ العام الماضي للمركز الروسي للحفاظ على هذه العملة والتدخل أكثر من مرة في الأسواق، اليوم رفع أسعار الفائدة بهذا الشكل، ماذا يعني؟ مساء الخير ماريا، نعم شكرا للاستضافة. نعم، بالنظر لقرار فاجئ بالنسبة لبنك روسيا بالاجتماع الاستثنائي، نعم بكل تأكيد رفع أسعار الفائدة كان محاولة إيقاف التدهور للروبل بعدما سجل التعافي في أزمة العام الماضي. عندما ننظر إلى أداء الروبل، نعم هي محاولة برفع أسعار الفائدة، المحاولة إيقاف التدهور عن طريق زيادة الطلب للروبل الروسي. نعم، على ما أعتقد مايا، قد يكون البنك المركزي الروسي يحتاج المكافحة في الفترة القادمة لمحاولة الموازنة بين عمليات رفع أسعار الفائدة التي قد يتجه إليها البنك الروسي في الفترة القادمة بشكل أكبر ووتيرة أكبر، مع أرقام التضخم التي قد تحدثت عنها مايا وذكرت بأن أرقام التضخم تسجل بعض الارتفاعات. نعم، عندما ننظر إلى الاقتصاد الروسي، قد تكون العقوبات الروسية على الاقتصاد الروسي هي أحد الأسباب التي قد نطلع عليها لانخفاض الطلب في الاقتصاد الروسي، فبالتالي قد تكون هناك مسك العصا من المنتصف بالنسبة للبنك الروسي، عمليات رفع أسعار الفائدة لمحاولة إيقاف التدهور والتي أتوقع أن يسجل ارتفاعات أكثر للفائدة في الفترة القادمة، مع محاولة وقف أرقام التضخم التي بدأت بعض الشيء يسجل ارتفاعات. نعم، النمو حتى بالنسبة لروسيا يثير بعض المخاوف، الاقتصاد الروسي يسجل بعض التقلبات بالنسبة للنمو معي على ما أعتقد ذلك. هو أحمد أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لام المصرف المركزي بشكل مباشر والمحافظة لضعف الروبل الروسي، يعني هون لما نحكي عن تدخل السياسة أيضا نوعا ما في الحركة، خلينا بهذا الموضوع أيضا نلقي نظرة على ما يحصل في الأرجنتين وتراجع البيسو إلى هذه المستويات، خاصة وأنه الاقتصاد الأرجنتيني يعاني منذ فترة وهذه ليست الجولة الأولى من المعاناة، ولكن هل الآن في انتخابات سياسية وانعكاسة. إذا ما وضعنا يعني القصتين، قصة البيسو الأرجنتيني وقصة الروبل الروسي، أيهما أكثر خطورة اليوم ولماذا؟ نعم، يعني منظور أكيد الأرجنتين، اقتصاد الأرجنتين هو الوضع الأخطر بالنسبة للاقتصادات حتى العالمية بشكل أكبر. عندما ننظر الاقتصاد الأرجنتين كان مهدد بالإفلاس في الفترة الماضية، حتى أنه كان لا يستطيع الإيفاء بسنداته في فترة من الفترات. عندما ننظر إلى توالي يعني بالنسبة للأرجنتين، نعم بكل تأكيد، ما يعني بكل تأكيد عندما ننظر إلى سندات صنفت بالخردة هي سندات عديمة الفاعلية بالنسبة اقتصاديا بالنسبة للمستثمرين، الأمان يعني يساوي صفر بالنسبة لتلك السندات، لكن عندما ننظر إلى وضع الاقتصاد الأرجنتيني، نعم هي خارج السيطرة، الفوائد فوق 100 وحتى بالنسبة للتضخم فوق 100 وأرقام بعيدة كل البعد. قد تكون الجولة الأولى من التصويت السياسي مايا هي محاولة الخروج عن الطريقة التقليدية بالنسبة للسياسة النقدية وما يسموها Orthodox Monetary Policy، هي خروج من السياسة النقدية التقليدية لمحاولة الوصول إلى دولارة الاقتصاد بعض الشيء، فقد تكون هي إشارة بعض الشيء لمحاولة الخروج من النزاع الاقتصادي المتواجد في الأرجنتين. فبكل تأكيد عند موازنة الاقتصادين، لا بكل تأكيد الأرجنتين في وضع خطير جدا وبعيد كل البعد حتى عن الاقتصاد الروسي. طيب خلينا نرجع على الاقتصاد الروسي وعلى وضع الروبل، وأيضا نقارنه بالخطوات التي اتخذها أيضا بنك الشعب الصيني لدعم اليوان المركزي الروسي اليوم، والخطوات التي يتخذها أيضا المركزي التركي لدعم الليرة التركية. أيضا كيف نقارن بين هذه العملات، وهل يمكن أن نرى في سوق العملات، في سوق عملات الأسواق الناشئة والاقتصادات الكبيرة هذه أي فرص؟ على ما أعتقد اليوان الصيني هو الطلب العالمي عليه بكل تأكيد، على المدى الطويل قد يكون هو الأفضل بين الأسواق الناشئة لو أردنا ترتيبهم. عندما ننظر إلى الاقتصاد الصيني، نعم التدخل لعمليات خفض أسعار الفائدة في بيئة مشتعلة من عمليات رفع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى
خوفا من الانكماش الاقتصادي، ارقام التضخم سجلت ارقام سلبيه، انكماش مؤشر المنتجين سجل انكماش كما ذكرت قبل قليل، مبيعات التجزئه هي اقل بكثير من التوقعات الاقتصاديه، فبالتالي الانفاق انفاق المستهلكين بالنسبه للصين يحتاج تيسير نقدي، يحتاج عمليات خفض اسعار فائده. على ما اعتقد في الاسبوع القادم ايضا هناك اجتماع بالنسبه لبنك الصين الشعبي، قد يتجه الى تخفيض جديد للادوات الاطول زمنيا لمحاوله انقاذ العقارات، محاوله انقاذ المجال العقاري، خاصه مع الوضع المتدهور في الفتره الاخيره، الوضع السيء. عندما ننظر الى الاستثمارين، على ما اعتقد اليوان الصيني قد يكون ترتيبه بين الاسواق الناشئه، بين الدول الاقتصادات، قد يكون هو الأفضل توجها بالنسبة للاستثمارات. أحمد عزام محلل أول لأسواق المال في مجموعة أكويتي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.